دي مباراة طبعا خان التوفيق محمد الشناوي في الهدف، الكل هدف. يعني تردد انه يطلع ولا يرجع، ولكن ايه رايك في الناس اللي امبارح بعد الهدف دوت قال لك لا خلاص بقى مصطفى شوبير يشارك ومحمد شناوي لا؟ لا لا، مع كامل احترامي مصطفى شوبير حارس ممتاز وهيكون حارس مصر القادم من وجهة نظري، ولكن محمد الشناوي عنده رصيد كبير، والرصيد ده مش من فراغ، الرصيد ده استمراري. احنا بنتكلم في مصطفى شوبير اول سنه، السنه دي ما شاء الله قايم بمستويات جميله، ولكن محمد الشناوي بتتكلم بقى له كام سنه محافظ على مركزه في النادي الاهلي ومنتخب مصر، مفيش مشكله انه يغلط او ما يغلطش، ده حاجه وارد في كوره يعني. هي الفكره كده بقى، لا طبعا يعني هندبح محمد بعد اللي عمله ده كله انه يغلط في هدف ومباراه تخلص بمكسب، طب ما هو ياما كسب النادي الاهلي. ومصطفى هيغلط يعني كتير. مصطفى هيغلط هي دي كوره بالظبط يعني. فهل لما مصطفى يغلط بقى نقول لا اللي بعديه يلعب بالظبط كده؟ لا لا يعني انا شايف ان الشناوي عنده من الرصيد ما يكفي انه يستمر في حراسه النادي الاهلي ومنتخب مصر. طيب